السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة على القناة. وصفتنا اليوم سهلة بزاف، مقادير بساط ونتيجة اكثر من رائعة. متأكدة انها غتعجبكم وخاصة الوليدات الصغار. اليوم غادي نوجد معكم لاباني كيف مدت لكم بطريقة سهلة بنكهات مختلفة. نتمنى ان الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. شوفوا الفيديو حتى الاخر، خليوا لي جيم، خليوا لي كومونتير، بارطاجيوه مع كاع الناس اللي كتعرفوا. ما غاديش نطول عليكم، غنمشيو نيشان نشوفوا المقادير ونشوفوا الطريقه ونبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا جوج الكيسان ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الزبده، واحد 4 المعالق ديال السنيده، جوج الصفار ديال البيض، وجوج ساشيات ديال الفاني. اذا هادو هما المقادير، نمشيو نشوفوا الطريقه ونبداو على بركه الله. كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، الطريقه راها سهله وبسيطه. اول حاجه غنبداو بها غناخذوا الحليب، وراه غنخدموا المقادير كلهم دقه واحده. كيف ما قلت لكم، جوج الكيسان ديال الحليب، غنزيدوا عليهم 4 المعالق ديال السنيده، وغنزيدوا عليهم جوج صفار ديال البيض، وجوج ساشيات ديال الفاني. من بعد غادي نحركوا مزيان حتى تندمج لينا العناصر مع بعضياتها، وغادي نزيدو اخر مكون عندنا اللي هو الزبده. يعني انا هنا استعملت معلقه ديال الزبده كبيره، زبده عاديه، وغادي نديرو الخليط فوق عافيه اللي تكون متوسطه، ونبقاو نحركو. يعني اهم حاجه اننا خاصنا نبقاو كنحركو، ما نتوقفوش على التحرك حتى كدوب لينا ديك الزبده، وحتى كيبدا يبان لنا الخليط انه بدا كيغلي من جناب. يعني ما نخليوش الحليب حتى يفيض، يعني يبداو يبانوا لنا واحد بحال فقاعات في الجناب ديال الخليط. انا غنوريهم لكم في الفيديو. غادي نحبسو، وكيف ما قلت لكم كنعاود ناكد على اننا كنبقاو نحركو قد ما الكاسرونه هي فوق العافيه، وحنا كنحركو ما نوقفوش نهائيا. يعني حنا ماشي كنحركو باش نتسناو الخليط انه يعقد لينا، حيت راه ما فيش نشا، ما فيش كريم باتيسيير، غير كنبقاو نحركو حتى كيبدا كيغلي. الزبده دابت لينا في الخليط، وكيف ما قلت لكم راه بدا كيغلي لينا. الا لاحظتوا راه بداو كيتكونوا هذوك الفقاعات في الجناب. الخليط ديالنا دابا واجد، غادي نحيدوه من فوق البوطه. كنجيبو فاش كنكبو الخليط كنخليوه حتى كيبرد، يعني كيحيد منه هذاك البخار، ومن بعد كندخلوه الثلاجه، كنغطيوه بالسلوفان. يعني ما ندخلوش الثلاجه وهو باقي سخون، يعني كتكون فاش درناه باقا شاده السخونيه، خليوه حتى وكان تبرد. بالنسبه ليا انايا هنا خدمته بالليل، غادي نخليه حتى الغد ليه، عاد غادي نكمل المرحله الثانيه، ولكن نقدروا اننا نخليه واحد 3 سوايع في المجمد حتى كيبرد لينا مزيان وكنخدموا به. يعني راه ماشي ضروري ان نخليه يباد، يعني الاساسي كيف ما قلت لكم هو يبرد لينا مزيان. كيف ما لاحظتوا، يعني انا غطيته بالسلوفان وخليته حتى كيبرد. هنا من بعد ما برد ليا مزيان، غادي ناخذ اخر مكون في الوصفه ديالنا ديال اليوم. هنايا عندي بودره ماشي كريم شونتي، يعني كتكون مكتوبه غلاس بنكهه ديال الفاني. غير هو قبل ما نبدا نخدم بالخليط، يعني حتى هي دخلتها للثلاجه تقريبا واحد نص ساعه، يعني كتكون بارده. كيف ما قلت لكم هذا راه اخر مكون في الوصفه ديالنا ديال اليوم. غادي ناخذ الخليط الاول، وغادي نزيد عليه البودره ديال الكلاص، وغادي نضربوه بالضراب الكهربائي كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو. وكيف ما قلت لكم بالنسبه للبودره راه دخلناها انها تبرد لينا في الثلاجه تقريبا واحد نص ساعه قبل ما نخدموا لاباني. غادي نضربو كيف ما قلت لكم بالضراب الكهربائي، كنبقاو نخلطو مزيان حتى كتبدا كتعقد لينا كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو. يعني راه كنبقاو نضربو، اذا لاحظتوا ان اللون ديالها كيكون صفر كنبقاو نضربو حتى كيبدا اللون كيفتح لينا، وكيبدا الخليط كيعقد. هانتوما غتشوفوا الشكل النهائي ديالو. الى لاحظتوا معايا الخليط ديالنا ها هو بدا كيعقد. يعني الاساسي في هاد الوصفه كيف ما قلت لكم ان الخليط الاول خاصنا نخليه حتى كيبرد لينا مزيان، ومن بعد ما كنساليو التخلاط، يعني كتجينا على هاد الشكل. كنلاحظوا انها كتجينا
واقفه، احنا ما بغيناهاش تجي قاصحه، يعني بغيناها تكون على هاد القوام. ولكن الا بغيتوه يجي عقد اكثر كنقدروا نزيدوا البودره ديال الكلاص ولا نزيدوا غير لا كريم شونتي. راهنا عارفين انه كيتباع العبر، ناخذ تقريبا واحد 5 دراهم راها كافيه. نرجعوا الوصفه ديالنا، الا لاحظتوا دابا الوصفه غادي نكهها بنكهات مختلفه كيف ما قلت لكم. يعني خديت واحد شويه زدت عليه الروح ديال الكراميل، النكهه ديال الكراميل، كنخلطوا حتى كتاخذ اللون. وعاود قسمت الخليط، درت النكهه ديال البيستاج والنكهه ديال الفريز والنكهه عاديه ديال الفاني، يعني ما زدت ليها حتى اضافه. كيف ما قلت لكم بالنسبه للنكهات كتبقى على حسب شنو متوفر عندك وكتبقى على حسب الرغبه. يعني الا ما كانش متوفر نقدروا نستعملوه غير عادي بنكهه ديال الفاني، يعني بالنكهه الاصليه ديالو راه كيجي زوين بزاف. نرجعوا للفيديو ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. هكا كنكون انا حصلت على 4 ديال الانواع او 4 ديال اللاباني بنكهات مختلفه. الوصفه ديالنا سالات، ما بقى لنا الا نقدموها. ولكن قبل بغيت نقول لكم ان فاش كنزيدوا النكهات كندخلوا لاباني الثلاجه باش كيزيد يبرد لينا، خصوصا في هذا الجو سخون، يعني ما كنستغناوش على الثلاجه، خاص الوصفه ديالنا تكون بارده نخدموا بها وهي بارده. وخصوصا ان القوام الى لاحظتوا يعني حنا ما درناش قاصح بزاف. رجع معكم فيديو، يعني انا شكلته بهالطريقه، درت كل نكهه في بوش وقدمته في هاد الكويساج. وكاينه طريقه اخرى، يعني بالنسبه للناس اللي بغاو يقدموه بطريقه سهله غادي نشاركها معكم في الاخر ديال الفيديو. نرجعوا للتزيين، التزيين كيبقى ديما اختياري وعلى حساب شنو متوفر عندك. يعني انا استعملت صوص ديال الكراميل وهاد حبيبات ديال الشوكولات، والكلاص اللي بنكهه ديال الكراميل يعني خليته عادي. نتمنى انكم تكونوا وصلتوا حتى لهنايا يعني وعجبتكم الوصفه، راها وصفه زوينه بزاف كتستحق التجربه. وبالنسبه كيف ما قلت لكم الناس اللي بغاو يعني يقدموا لاباني بشكل عادي، يعني الا لاحظتوا هنا في الكويسات خديت من كل نكهه شويه وحاولت انني نعمرهم بهم الكويسات، راه حتى هو كيجي منظر زوين. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، انكم تكونوا كملتوا الفيديو حتى الاخر. خليو ليا جيم، خليو ليا كومونتير، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع كاع الناس اللي كتعرفوا باش يوصل لعدد اكبر ديال المشاهدين. والناس اللي باقي ما شاركوش في القناه غنقول لكم شاركوا في القناه وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم كل جديد. وما بقى ليا دابا الا نقول لكم بسلامه ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه قادمه باذن الله.